وخطط كذلك لإنهاء الدولة الصهيونية الإسرائيلية. يا منادل نادل ضد التطرف نادل ضد الإرهاب نادل وبشعار الله الوطن الملك وبشعار الله الوطن الملك الملك وبشعار الله الوطن الملك وبشعار الله الوطن الملك. هذا المغرب وحنا ناسو الإرهابي ناسو الإرهابي يجمع ناسو. نادي يا منادي نادي ضد التطرف ضد التطرف نادي ضد الإرهاب الملك. هذا المغرب وحنا ناسو الإرهابي يجمع ناسو هذا المغرب وحنا ناسو الإرهابي يجمع ناسو المتطرف يجمع ناسو والإرهابي يجمع ناسو والإرهابي يجمع ناسو. هذه المؤامرة كانت فرع ديال المرصد المغربي ضد الإرهاب والتطرف في عين السبع. اليوم كما تعرفوا الذكرى ديال 16 ماي، حنا كمكتب ديال الفرع جينا باش نساندوا ونحضروا لهذه الذكرى مباشرة، ونتعرفوا المغرب فهو سياق دولي لمحاربة الإرهاب والتطرف. فاليوم جينا تندوا بهذه الأحداث اللي وقعت في الدار البيضاء، وتنقولوا لكل المتطرفين انهم يجمعوا راسهم لان المغرب بلد حر غيبقى حر. درنا واحد مجموعه الانشطه، خير نشاط اخر نشاط درناه في ايطاليا اللي كان فيه فطور جماعي، وجمعنا جمعنا الديانات الثلاث، وحاولنا اننا نبينوا للعالم اننا مغرب متسامح في شهر التسامح. هذه المناسبه هذه تعبر عليه بشروط صحيه خاصه في المطار. محمد قمر رئيس المرصد المغربي للارهاب والتطرف، لقاؤنا اليوم هو جاء بالذكرى 19 اللي المجزره ديال 16 ماي. اليوم حنا تنحضروا باش نقولوا للعالم ان المغرب متماسك بملكه وبشعبه وبكل القوى ديالو المدنيه والسياسيه. تنقولوا للعالم اننا عندنا قوه امنيه استباقيه اللي برزات وبينات القوه ديالها، وماشي هل المغرب وطنيا بل دوليا. وخير دليل ان المؤتمر اللي دار في مراكش واللي تبرز القوه وتبرز الاحترافيه وتبرز الحكمه ديال القوات الامنيه ديالو وكل السلطات المحليه بان المغرب قادر على ان يحمي نفسه ويحمي جواره ويحمي العالم كله. اليوم تنحضروا هنا اليوم باش نقولوا الشباب والطفوله ديالنا حتى لا ننسى ضحايانا وحتى لا ننسى ايادي الغدر، ويجب ان نبقى يقيدين من كل الايادي الغدر وكل ايادي الظلام وكل فكر الظلام. نستعيذ الفرصه للمطالبه باطلاق سراح الشرطي الدراجي وعدم اعتباره مجرما، والمرصد لا يقبل تقديمه كبش فداء لارضاء المزاج الشعبي، لان الامر خطير جدا ويهدد هيبه الدوله. هذا التذكار يعني كان تعمل خذ هذا المكان ديالو يعني بالنضال الجمعيه ديالنا، لانه كان في الجمعيه كنقولوا خصنا هذا ما تعودش، وكخص التحسيس. ولهذا احنا اثناء السنه كنقوموا بالتحسيس في المدارس في عدة مدن مغربية. عندنا مقهى أدبي، عندنا أيام سينمائية اللي عملناها الأيام السينمائية الأولى هذه 3 سنوات، لأن كانت الكوفيد وما استطعناش نستمروا، وإن شاء الله يعني في أكتوبر المقبل يعني غادي نعملوا الأيام السينمائية الثانية. وكنقولوا بانه احنا في الجمعيه يعني الدور ديالنا الاساسي ماشي هو النضال. النضال كيكون في حزب ولا في نقابه ولا في غير ذلك، ولكن حنايا في الجمعيه كنقولوا كخص التحسيس من اجل ديك الشباب اللي هو كيمشي ضحيه لواحد الاخطبوط
وكاين تاثيرات كثيره يعني عن طريق جميع الوسائل، هما كيستعملوا جميع الوسائل باش يعني كيبداو كيصيفطوا واحد الوريده، كيصيفطوا جمعه مباركه، واحد حتى كيدخلوا ديك المراهق معهم في هذه. فحنا كان العمل كان على 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 الشباب وخصوصا في المدارس من اجل التحسيس ومن اجل هذا الكارثه اللي وقعت في 16 ماي دابا 19 عام ما تعاودش في بلادنا. فين وصلتوا؟ المكتسبات اللي حققنا هو انه فعلا العمل كثير مع في المدارس يعني، والمكتسب الاساسي هو انه شاركنا في لقاءات مع الامم المتحده، احنا اعضاء الفيدراليه الدوليه لضحايا الارهاب، والمكتسب ماشي كيتقاس بالبالك يعني، هذا واحد العمل متواصل طويل الامد طويل النفس كخص الجميع يعني المجتمع المدني. وما خصناش ننسى واحد النقطه يعني قبل ما الكلام ديالي، وانه حتى السلطات حتى الدوله يعني قايمه بواحد الدور كبير يعني للمتابعات وتجفيف كل خليه من الخلايا، وهذا هو اللي كيبين بان هذه سنوات الحمد لله ما وقعت في بلادنا حتى شي حاجه، وكنتمناو تبقى الوضعيه هيدا. وشبابنا يعني خصوصا اليافعين والشباب ما ينساقوش الفكر التكفيري. وشكرا. معكم منير محمد ابن احد ضحايا الاحداث الارهابيه الاليمه بمقهى ارقانا مدينة مراكش. أستاذ اليوم كاين هذه الوقفة اللي هي رمزية ضد الطائرة الإرهاب، 19 مرة سنة مرات على 16. دائما كتخلي الأثر الحزين، محاربة التطرف والإرهاب في المملكة المغربية، وكنجدوا تعزية للضحايا ديالنا بمدينة الدار البيضاء. ننسى و فرصة كذلك نحن في الجمعية لنشكر كل من يساندنا وكل من ظل وفيا لذكرى الضحايا، حتى نقف دائما تحت شعار لكي لا ننسى ولنظل حاضرين دائما أمام الفكر المتطرف. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.